لك بفرح يا ربي، جاي قدامك أسكب قلبي، ربي أعبدك بفرح، أمجد اسمك يا الله، ساجد لك رافع صلاة، ربي أعبدك بفرح، بحمد وتسبيح وترنيم، أشهد إنك رب عظيم، إله صالح أب رحيم، وأعبدك بفرح في بيتي ومع أولادي، في شغلي وفي علاقاتي، كل خطوة من حياتي أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعبدك بفرح، برنامج هالعبادة والسجود والتسبيح والإكرام والتمجيد لإلهنا القدوس في كل لحظة، مش بس من لحظات هالبرنامج، من لحظات حياتنا، لكن هالبرنامج هو زي شحنة وزي دعم، مع بعض منصلي، مع بعض منسبح، مع بعض منحفز أنفسنا على أنه نتذكر حياة العبادة الدائمة، أنه فيها فرح، والوجود في محضره، الوجود معه بيعطي فرح له وحده، كل الإكرام والسجود والتمجيد. مثل ما حلقة اليوم بتقول الرب أبي، الرب أبي، يمكن عند المسيحي عادي يقول أبانا الذي في السماوات، لكن شفت من خلال تعاملات من هو كان غير مسيحي وأصبح مسيحي، هالكلمة شو عملت في حياته لما بيقول الرب أبي، لما يستعمل هالدالة ويستعمل هالخصوصية والعلاقة بينه وبين الله تبارك اسمه اللي ما فيش زيه وما فيش غيره،
اللي نقول له يا رب أنت أبونا في السماء. أبونا يعني أنا بعرف أبوي الأرضي، وعنا أمثل كثيرة. أنا في حياتي مثلا في بذكر مثالين، على مش بس يعني للذكر بس، إنه والدي لما كان موجود معنا في العالم بتذكر منه كيف كان تعاملاته اليومية، براقب تصرفاته، بشوف إنه قريب، بشوف كيف كان يتعامل مع الناس. كانت حياته وعظ بأمانته، بالتعامل، بدقته في إنه يعطي الكل حقه. فتعلمت هذا الشيء، إنه شو هالصورة الحلوة للأبو الراعي اللي بيهتم في هالمواضيع، ومع هيك عينه على الرب يسوع في الأمانة. وبرضو مثل تاني، والدي الآخر هو والد زوجتي اللي برضو في السماء الآن، لما كان موجود معنا في آخر سنين عاش هون معنا على الأرض، كان دائما كلامه عن السماء وشوقه للسماء. وهي كمان أب صالح، نموذج صالح. تعلمت منه يا رب شو هالمحبة ليسوع، شو كان شايف شيء أنا مش شايفه، وين الواقع اللي كان عايش فيه. فأخذت مثلين مثلا من هالأبوين الصالحين في حياتهم كيف كانت. فما بالك لما أنظر وأقارن في الآب السماوي اللي ما فيش زيه وما فيش غيره، كامل الصفات اللي قريب من كل واحد وواحدة فينا. ما أعظم هالإعلان بالنسبة إلي أنا كإنسان، إنه أبوي في السماء. شو بدي من شو بدي أقلق من بكرة؟ تم رب اللي موجود بكرة أصلا هو أبوي اللي في السماء. أبوي الأرضي كنت أحكي معه بعدم تكليف، وبمون عليه إنه أنا عارف أبوي ما بيزعل مني، أبوي بسامحني، أبوي بحبني. فما بالك وإحنا منتغير، وإحنا بشر ومنتغير. وفي أمثلة كتير للأسف في أباء مش هيك، لأنه إحنا بشر وإحنا في محدوديتنا منتغير من واحد للتاني. لكن عيننا على الأب الكامل السماوي اللي لو تعرف إنه أبوك الأرضي صالح، فهناك مصدر الصلاح، الأب السماوي اللي وبصلي ما يكون لو مثل الأب في حياتك ما بيعكس أشياء صالحة، أو بيتعبك، أو بيذكرك في تعاملات صعبة بحياتك، تذكر إنه لك أب سماوي كامل متاح قريب جدا. وهذا أبوك مش بس كلام، هو أعلن هذا الشيء إلنا من خلال كتابه المقدس. شوفوا شو بعض الآيات اللي كثيرة، لكن اخترت منها البعض. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث العدد 1 بيقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل ذلك لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. فبنفس الوقت بيقول لك أنت كونك ابن لله، هذا الشيء رح تكون غريب في عالم معظمه ما بيعرفه، معظم ما بيعرف شو عم بتقول. فتلاقي أنه كأنك كما لو كنت لا تعرف من هذا العالم، غريب. أنا بس الشخص الغريب ما بعرفه. ونفس الشيء لما أكون غريب في مكان معين، ما حدا بيعرفني، لا في أهل لا في أصحاب. فهيك وجودك في العالم، لو لقيت نفسك شوية مش ماشي مع الطبيعي، هذا الطبيعي، لأنه أنت وجدت لتغير العالم، أنت وجدتي لتعكس صورة أبوك السماوي لهالعالم اللي ما بيعرفها، لأنه لا يعرفه. لأنه لو عرفه كان عرف أنك أنت ابنه، لو فعلا تبعه كان عرف من تصرفاتك أنت إنك أنت بنته. فصلاتي نكون إحنا هالشهادة الحية الصادقة اللي بيعرفوا الناس فيها إنه لنا أب سماوي، إحنا أولاده وبناته، نعكس هاي الصورة، نشرف اسمه في هالعالم اللي محتاج لمعرفته. برضو في يوحنا، إنجيل يوحنا 1 صحاح 1 عدد 12 بيقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، كل الذين قبلوا. يعني يا رب كيف يعني؟ إحنا فكرت إنه إحنا بس المسيحيين اللي ولدنا مسيحيين منقول لك أبانا الذي بالسماوات، لكن تعلمنا إنه المسيحية لا تورث، والإيمان لا يورث، الإيمان يعلم. ممكن أشوف زي ما قلت أمثلة صالحة في والدي وأتعلم عن الإيمان، بس مش معناته أنا صرت مؤمن، ولا رح أدخل السماء حسب أعمال اللي عملها والدي،
ولا رح أقول أنا فلان من عيلتي عمل وفلان من عيلتي عمل. كل إنسان مسؤول عن خلاص نفسه، فلا يورث المعرفة، تعرف عنها بعض الشيء، لكن كونك تكتسب المعرفة لازم أنت تبحث وتعرف وتعيش هذه المعرفة. الرب ساعدنا، الرب ساعدنا، وأنا أول المحتاجين أنه أرفع عيني عليه، أعرف أنه لي أب في السماء، بقدر أعتمد على وعوده، أعرف أنه صادق، أعرف أنه صالح، أعرف أنه قدير، ومجد اسمه وأباركه. وفي إنجيل، في إنجيل يوحنا، تعالوا نقرأ بعض الآيات برضو، أو خلينا نروح لإنجيل متى عشان ما نكون بس في إنجيل. في متى الإصحاح السادس، بإصحاح اللي بيظهر هذا الشيء في العدد السادس بيقول: وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي لأبيك الذي مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. رسم هالقاعدة ورسم العلاقة إلنا إنه إلك أبو سماوي، إنه علاقتك معه مش بس معبود وعابد، ولو إنه هو المعبود ما فيش غيره في الدنيا كلها، وإحنا عبيد بطلين، لكن هو لا يودعنا بعد عبيد بل أحباء بل أبناء. مش معناته رخصة إني أنا أتمادى في تعاملاتي، مثل ما بفكر بعض الأحيان إنه طالما هو أبوي بالسماوي خلص بيغفر لي، الله غفور رحيم، بعيش حياتي بالطول والعرض. نعم الله أب سماوي محب، نعم غفور رحيم وما فيش زي رحمته، لكن هذا الغفور الرحيم أعطاني عمر على الدنيا أعيش أمثل اسمه ومجده أشهد عنه، وأنا مش في إيدي نهاية هذا العمر، وبعرفش إمتى رح يخلص، حتى أتمادى في إني أبعد أو أتمادى في إني أخطئ أو أعيش في خطية أو أتعود على خطية. الرب يساعدنا نتغير، نتغير. يا رب أنا بشكرك يا أبوي السماوي، جاي أنا وإخواني وإخواتي اليوم أمام جلالك معظمين اسمك، مقدسينك، مباركينك، شاكرين وحامدين لهذا الاسم القدوس العظيم اللي ما فيش زيه. وبسألك يا سيد إنه تكون تذكرة أمام عينينا دائما إنه أنت الأب السماوي والسيد وصاحب كل السلطان، نعطيك المهابة والإكرام في تصرفاتنا في الخفاء كما في العلانية، رافعين عينينا عليك، مثبتين قلوبنا على وعودك وعلى كلامك الحي النقي اللي بيغير، وسألين إنه يا سيد من فضلك غيرنا، اظهر في حياتنا، اجعل العالم يعرف أكثر عنك لما بيشوفونا، اجعلنا صورة حية تعكس أنك أنت الأب السماوي المحب، وإحنا الأولاد المطيعين اللي شو ما نعمل ممنوع فيك حقك، لكن منعيش في طاعتك، منعيش في مخافتك، ونعطيك كل المجد والإكرام. وصلي في اسم الرب يسوع المسيح، وإلك كل المجد، كل المجد. المزمور العاشر في آية لفتت انتباهي كثير، بيقول: الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه. ومنشوف كم يسرد الكتاب المقدس تاريخ أمم، ولسه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا رح نشوف أمم بتيجي تصبح دول عظمى وتصبح تسيطر، وهالأمم تندثر مع الوقت، وبتيجي أمة تانية، وكذلك إحنا البشر بيجي علي وقت بفكر حالي إنه أنا ما فيش زيي وما فيش غيري، وأنا يعني بعمل اللي بدي إياه، وأشوف شو عندي، شوف كيف بشطارتي وصلت وبشطارتي عملت. لكن رح يجي وقت إنه نترك هاي الحياة. الرب يقول في الكتاب المقدس: لمن اعتقد إنه حياته وسعادته تكمن في ما صنع على هالأرض كنز كنوز، وقال خلص طيبي يا نفسي لأنه بنيت مخازن أكبر، بكرة رح أبني مخازن أكبر، لأنه لا بكرة صار عندي، لا بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد بعد بكرة، أنا عندي كفايتي. فيا نفسي طيبة، ما فيش شيء يقلقني ولا شيء أخاف عليه، بعيش حياتي بالطول وبالعرض زي ما بقولت. لكن قال له: ألغى يا غبي، اليوم تطلب منك نفسك. فأنا ما بعرف إمتى رح تطلب مني نفسي، لكن أتوق إلى هذا اللقاء اللي أشوف في وجهك الكريم يا سيد،
اجعلني مستعد. أمين. فكما أنت أبي السماوي، أنت سيدي وأنت ملكي. فأضفت، أشكر رب نعمة الرب، أضفت بيتين على الجملة البسيطة: الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه. فأنا بقول الرب سيد، سلطانه لا يحد، تحدث السماوات بمجده. وبفتخر وبقول الرب أبي، عوني ستري والسند، ضابط الكل في ملكه. افرح وتهلل في أبوك السماوي، افرح وتهلل. الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه، بادت الأمم من أرضه. ملك الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه. هادت الأمم من أرضه. الرب سيد، سلطانه لا يحد، تحدث السماوات بمجده، تحدث السماوات بمجده. سيد الرب سيد، سلطانه لا يحد، تحدث السماوات بمجده، تحدث السماوات بمجده. الرب أبي، عوني ستري والسند، ضابط الكل في ملكه، ضابط الكل في ملكه. قوليها بفخر: الرب أبي، عوني ستري والسند، ضابط الكل في ملكه، ضابط الكل في ملكه. الرب أبي. وكم هو فخر، وكم هو اعتزاز. مثل ما قلت، احنا كمسيحيين تعودنا نقول أبانا الذي في السماوات، لكن من أصدقائي لي صديق من الخليج العربي، اللي خلاه يتبع المسيح مش ليغير دينه، لأنه حس إنه له أب في السماوات، أب بيحبه. بيقول لي أنا أبوي الأرضي كان شخص كويس، لكن كان ناشف في التعامل معنا، فأنا ما عرفتش محبة من الأب، كنت أحسد اللي عنده أب بحبه. وكبرت وأنا عندي هالنقص، إنه يعني الأب صديق محب، الأب يعني مثل الأخ قريب، الأب معين، الأب راعي. فأنا ما كانش بيقول لي، ما كانش عندي هالعلاقة مع والدي، ولحد ما عرف المسيح وعرف إنه في المسيح، لما قبل المسيح صار يدعى هو ابن لله، صار يصلي لله تبارك اسمه، يقول له أبوي في السماء، أبانا الذي في السماوات. فتغيرت مفاهيمه كلها عن الله، اللي كان يقول لي، كنت أفكره بعيد
مش سائل عني، ما بيعرفني. وإحنا فيك مش لأنه مش مسيحي، في كتير مسيحيين بفكروا هيك، إنه الله صحيح خالق وصحيح قوي، لكن تبارك اسمه بعيد، شو عرفه أنا شو صاير فيه؟ وأنا بصارع في العالم، هو صحيح خلق المجرات والكواكب وكل الأشياء هاي، لكن أنا لوحدي في العالم، أنا بصارع، شو بعرفه، شو في شو بمر؟ إلا لما تعرف المسيح مزبوط، وتعرف الكلمة النبوية مزبوط، تقرأ الكتاب المقدس وتتعلم من هذا الكتاب إنه لك أب في السماء قريب قريب جدا، ترجع له بتعيش كل المفاهيم، اللي مفاهيم المحبة اللي تتوقعها في أب صالح أرضي، لكن فما بالك أب كامل سماوي له كل التمجيد والإكرام. فتعالوا نصلي في الترنيم اللي جاي ونقول له خذني بقربي قلبك فأعبدك وأغني من مثلك. ليش؟ لأنك أبي أنت وإلهي تبارك اسمك. خذني بقرب قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني من مثلك، أغني من مثلك، أبي أنت وإلهي، صخرة خلاصي، حافظ العهد والأمانة، لا تنكر نفسك، رافع رأسي أنتظر حسب وعدك، إذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي، لذا أهتف، لذا أهتف وأصرخ أهلل، لأن الرب أبي، أعلن بك نصرتي، أنت ملجئي، وأغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني أغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني من مثلك، أغني من مثلك. الرب أبي من مثله،
من مثله في حبه الرب أبي. من مثله من مثله في سلطانه الرب أبي. من مثله من مثله في حبه الرب أبي. من مثله من مثله في رحمته الرب أبي الرب أبي. لك كل المجد أب وفريد، قرب له يزيد في قربه، حبه عجيب ويستجيب الكل طلبه، أحب الإنسان وأعطاه سلطان ومن الحرية ما سلبه، الله محبة. تعالوا نسمع الترنيمة الجديدة، نشوف الفيديو مع بعض وإحنا شاكرين معظمين لأبونا السماوي، ما فيش زيه وما فيش غيره، تبارك اسمه. عمره ما نساك يغفر خطاياك
عمره ما نساك يغفر خطاياك وطن القلوب المغفر باك الله الله محباك الله محبة. أبونا في السماء كل محبة في محبة له كل المجد والإكرام. ترنيم اللي جاي نصلي فيها مع بعض منقول له بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. فعلا نطلب أنه هو يمنحنا كيف نصلي صح، هو اللي علمنا كيف نصلي وعلمنا الصلاة الربانية، لكن أعطينا أعطيني قل له أعطيني صلوتي الخاصة اليوم يا سيد، الطلب اللي بدك يعني أتغير فيه خليني أصلي فيه. افتح عيوني على نواقصي، افتح عيوني على عيوبي، افتح عيوني على الأنا اللي فيه وغيرها من خلال صلاة بتعطيني إياها، لأنه ملناش غيرك ملناش غيرك. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممد دلنا بحياة. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممد دلنا بحياة. ملناش غيرك انت إلا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غير انت إلا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا أبانا يا
واتكلنا من غيرك انت يحن ومن يجدد املنا لحياتي ملء الرضا. يا ابانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومن يجدد املنا لحياتي ملء الرضا. من ناس غيرك انت انت الحي بنترجى سهيل ناحيه قلبك بابا الكل نحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض واشفي المطروح وكل من صدق إنك شفاء. عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض واشفي المطروح وكل من صدق إنك أنت شفاء. ملناش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك قبل لنا احنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل لنا احنا صلاة. عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء. عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل نحنا سأقوله. ملناش ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. بابا الكل منحنا صلاة. بابا الكل منحنا صلاة. أمين. بابا الكل منحنا صلاة. مش ممكن أنساه ولا سيبه، ده حبيبي وأنا برضو حبيبه. أيوة بحبه وأقولها بفخر. شوف ما أحلى أنك تكلم الله تبارك اسمه المهاب الممجد وتقول له بحبك وتقول له بقولها بفخر أني بحبه. لكن بيقول لك كيف أنت بتحكي مع الله هيك؟ في بروتوكول للحديث معه. البروتوكول القلبي هو المطلوب في الحديث مع الله، الاحترام، المهابة، التمجيد، حفظ القلب بلا دنس، كراهية الخطية، الصدق في التعامل، واحترام الغير وتقدير الإنسانية وعدم التدخل في شؤون الآخر. هاي كلها بروتوكولات القلب اللي بدي يقول له بابا. لكن الكلام تقول اللي بدك إياه، قول له براحتك، قول له بحبك، قول له محتاج لك، قول له مليش حياة من غيرك، ملناش غيرك. فجينا أقول لك في الترنيم اللي جاي كمان أيوة أنا وإخواني وإخواتي منحبك ومنقولها بفخر لأنك أنت أبونا ومالك عمرنا وسيد حياتنا. حتفضل لطول العمر هذا الإله المهاب وهذا السيد المخاف وهذا الأب الحنون له كل الاحترام. بحبه
واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. ايوه بحبه واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر. هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر. مش ممكن انسى ولا سيبه ده حبيبي وانا برضو حبيبه. مش ممكن انسى ولا سيبه ده حبيبي وانا برضو حبيبه. وراني الامجاد بصليبه وراني الامجاد بصليبه. عبده خلاني بقيت حر حر. ايوه بحب واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. ايوه بحب واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. هو ابويا ومالك عمري وعايش وياه طول العمر. هو ابويا ومالك عمري وعايش وياه طول العمر. انا ما استغناش ابدا عنه برتاح لما بقرب منه. انا ما استغناش ابدا عنه برتاح لما بقرب منه. انا متاكد دايما انه متاكد دايما انه يقدر وحده يحل المر. ايوه ايوه بحبه واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. ايوه بحبه واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. هو ابويا ومالك عمري وعايش وياه طول العمر. هو ابويا ومالك عمري وعايش وياه طول العمر. هو الخير اللي مشبعني ومعونته في ضعفي تشجعني. هو الخير اللي مشبعني ومعونته في ضعفي تشجعني. ولا شيء عن حبه يمنعني ولا شيء عن حبه يمنعني. غلبته واغلب بيه الشر. ايوه ايوه بحب واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. ايوه بحب واقولها بفخر وافضل اقولها لاخر الدهر. هو ابويا ومالك عمري وعايش وياه طول العمر. هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر. مبارك اسمك يا سيدي، مبارك اسمك. جاي في الترنيم الخليجي اللي جاي بقول لك رب السماء أبانا يا ليلى دانا لدانا. وزي ما أنتم عارفين شعر الدانات في الشعر الحضرموتي أو الشعر الخليجي هو نظم الشعر على الدانات. والدانة هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي كانوا لما أهالي هاي المنطقة قبل اكتشاف البترول في أراضيهم كان مصدر المعيشة العام للكل هو الغطس للؤلؤ. كانوا غطاسين يجيبوا اللؤلؤ من البحار. فاللي رايحين في المراكب يسلوا بعض في نظم أشعار على الدانات، يا دانا يا ليلى دانا لدانا. ونلاقي مجموعة هائلة من الأغاني الخليجية منظومة على الدانات.
فأنا حبيت أنضم تسبيح وتمجيد لأبوي السماوي على الدانات، وصلاتي أنه كل ما في العالم من دانة، من ميجنة، من عتابة، من كل أنظمة الشعر وكل الترتيب اللي بتصير والتفاعلات الشعرية كلها تحول وتطوع لمجد اسم القدوس رب السماء أبانا. فاق الوصف حبه، ما أطيب قلبه، الماشي في دربه يختبر لطفه وحنانه، يلي لدانا لدانا رب السماء أبانا. تعالوا إحنا منشوف الفيديو مع بعض، نتهلل ونبارك اسمه ونقول له نشكرك، لأنه إحنا عارفين من نؤمن ومين منعبد، وكم هو فخر لكل واحد وحدين فينا أقول لك أبوي، أبوي السماوي. أرسل كلمته شفانا.
شفانا من الذنوب وستر كل العيوب، شفانا من الذنوب ستر كل العيوب. الكلمة المحبوب، الكلمة المحبوب، من بعد موت أحيانا اللي لدانا لدانا. أرسل كلمة وشفاء. اتبناني ورد بيا واشتراني وحن علي. إن الترانيم الجميلة التراثية من صعيد مصر، هالمنطقة اللي بالذات اللي الإيمان اللي فيها لا يوصف من عمقه، وبنفس الوقت بساطه في تعبير، في الترانيم، في شهادات الأشخاص اللي بيشهدوا للإيمان، في وعظ الأباء والقساوسة من هالمنطقة بالذات. أحس إن الرب معطيهم نعمة خاصة، رب يزيد إيمانهم. اتبناني ورضي بيا اشتراني وحن عليا. اتبناني رضي بيا اشتراني وحن عليا. بقالي بحضنه مكان ونسيت أيام الحرمان، بقالي بحضنه مكان ونسيت أيام الحرمان. ده أهلي وعيلتي كمان وراس مالي. اتبناني رضي بيا اشتراني حن عليا. ابنه ليا شأن كبير، أبويا يبقى قولي له بنت. بنته ليا شأن كبير، أبويا يبقى القدير. وابنه ليا شأن كبير، أبويا يبقى القدير. إزاي أخاف أنا مش شرير مهما جاني. اتبناني ورضي بيا اشتراني حن عليا. نساني الماضي القديم، خلى لساني يقول ترنيم. نساني الماضي القديم، خلى لساني يقول ترنيم. غسلني بدمه الكريم وفداني. اتبناني ورضي بيا اشتراني حن عليا. أعيش له طول السنين عبد خاضع وأمين. أعيش له طول السنين عبد خاضع وأمين. ولا حد عنه شمال ويمين طول أيامي. اتبناني رضي بيا اشتراني وحن عليا. اتبناني اتبناني رضي بيا اشتراني وحن عليا. مبارك اسمك يلي علمتنا نقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. أبانا الذي في السماء
يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطنا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير لأن لك ملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد آمين. لك المجد والسجود من الآن وإلى الأبد آمين. تعالوا في النهاية نضع الطلبات اللي وصلتنا من أجل الصلاة. يا أبونا السماوي نشكرك على عظيم صنيعتك، صنيعك في حياة كل واحد وحدة منا. يا رب نعظم اسمك اليوم ونضع أمامك طلبات إخواني وإخواتي وطلبتي أنا أيضا بين إيديك يا سيد، واثقين أنك أنت تسمع وتستجيب صلاتنا. يا رب كل من بيستنى يعمل عملية في الوقت اللي جاي بكرة أو أي يوم جاي، يا رب في الوقت القريب أو البعيد، يا رب طمن قلبه، ضع في قلبه سلام، واعمل أنت العملية بنفسك، اشرف يا رب على كل التفاصيل. يا سيدي أنا بصلي لكل إجراء طبي، فحص مخبري أو أي شيء شخص بده يعمله وقلقان منه، يا رب ضع سلام في قلبه. كل مريض على فراش المرض والألم، يا رب تعال وزورهم زيارة خاصة اليوم، تمجد في حياتهم، تمجد في بيوتهم، كل البيوت اللي محتاجة لمسة من إيدك، كل العلاقات اللي محتاجة شفائك يا رب، كل النفوس اللي مش عارفة تسامح، النفوس اللي تعبانة، النفوس اللي مجروحة أضعها بين إيديك. كل قلق من أخ أو أخت على أولاده أو على بيته يا رب من فضلك تمجد في كل عائلة تطلبك الآن، وأعطيهم صقل بقلبهم إنه يشوفوا أولادهم وبناتهم خدام لجلالك. يا رب أصلي من أجل كل محزون فقد غالي عليه إنك تيجي يا رب في روح العزاء، روحك المعزي السماوي تسكب عليهم تعزياتك السماوية. يا رب أصلي لكل الأهالي في الدول العربية وغير العربية اللي انقتل لها بنات أو شباب في الفترة الأخيرة اللي زادت، أنت عارف وأنت عالم في كل اللي بيصير. أنا بصلي يا رب أنك تضع تعزي في قلوبهم، ترفعهم فوق الظروف وتعطيهم سلام، سلامك أنت الوحيد اللي بدوم. بصلي كل هالطلبات وكل اللي قالوه إخواني وإخواتي أمامك الآن في اسم يسوع القدوس، وبشكرك يا من تسمع وتستجيب وأنت الممجد في كل حين. آمين آمين. وصلنا لنهاية الحلقة، صلاتي يكون الرب رفع عينيكم مثل ما رفع عيني علي، إنه أتذكر إنه هذا أبوي السماوي المحب اللي ماشي معي كل رحلة ويكمل، ابتدأ ويكمل. صلاتي يكون معكم ويدوم فيكم دائما دائما سلامه، سلام المسيح. Oh,